دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، منها اطلاق برنامج تعاون بين المجلس القومي لحقوق الانسان والبرنامج السويسري، وده في اطار تفعيل رؤيه واهداف الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان اللي اطلقها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كمان النهارده في 4 مباريات قويه في اطار الجوله الثامنه من الدوري المصري الممتاز لكره القدم. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان والسفيرة إيفان بومن سفيرة سويسرا في مصر هيطلقوا برنامج التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان وبرنامج التعاون السويسري، وهيتم توقيع مشروع تشجيع جهود دعم المشاركة السياسية والآليات الديمقراطية في مصر. البرنامج ده بيأتي في إطار تفعيل رؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان اللي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. النهارده هتنظم مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري التابع لقطاع التواصل الثقافي أمسية شعرية وفنية مفتوحة للجمهور بعنوان لغتنا الجميلة، وده بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، وده في إطار الاهتمام بنشر الوعي والثقافة والاهتمام بالتاريخ والتراث والهوية، وكمان الاحتفاء باللغة العربية اللي بتعد ركن من أركان التنوع الثقافي للبشرية باعتبارها إحدى اللغات الأكثر انتشاراً واستخداماً في العالم. النهاردة لعشاق الدوري المصري موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثامنة. هيلتقي سيراميكا كيلوباترا مع الداخلية الساعة 3:15، وفيوتشر مع غزل المحلة الساعة 5، وفي نفس التوقيت هيلتقي سموحة مع الاتحاد السكندري، والساعة 7 بالليل مباراة بيراميدز مع أسوان.